علامتي حافظ. يا بنيتي نادي عاد ما يعطون نص الاستكانة. تقولي لي يلا. ايه بدنا اقول لك يلا شو نسوي. شحلاته. بالعافية يديدة. الله يعافيك بس بارد شوية يا بنيتي. ما أدري ما دنيتي يم الضوء بس ناطع وملقح هذاك اللقاح. الحين البنية تسوي الشاي عدل. جزاك الله ألف خير يا بنيتي ما قصرتي. الحين بالله شعقب الشاي. أي ها 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 وصلنا الغلط شنو؟ وين يصبون شلون؟ كذي وين اليمنى وين اليسرى؟ العكس. لا ماني معلمة اختك قبلك كذي؟ اي خافتي يطيح مني؟ لا ما يطيح منك التعلمين بعدين ما يترسون يا بنية الفنيان. انزين اي اوكي. الله الحمد لله. الله هذا اللي يقول وقنا ده الزعفران وكثر وهيلها ناده. يلا عاد قولوا وياي. ما نعرف ديده. عشان ما تعرفون قنا ده الزعفران وكثر وهيلها. الحين انتم انت حاطه فيها الزعفران والهيل. بس هذا هو هذا الشيء المطلوب. بس انك ترستي عاد وايد. لا بس لا صبين. لا بصب لك بعد. لا لا بس لازم اصب لك. ايش حق عاد عشانك ما سويتي لي كذي. وي متاسفه. ويلا ها ها يلا زين. تفضلي مشكوره ما قصرتي. ايه عافيه. هذه البنيات مو وحده ما تعرف تصب القوره. اي وحده ذي الحين هذا الشغل العدل. الحين بالله انت عطيتيني الشاي واختك عطتني القهوه وانا بالله اشتبوا مني. سلامتك جديده. سلامتك جديده. الله يسلمكم ويسلم اعماركم. عيل يلا قوموا كل وحده تروح على فريشها وانا احط راسي و... لا لحزايا. انا بذكر كم ذا حزاية. عيل يلا صلوا على النبي. اللهم صل وسلم عليه. ليانا وياكم خير اللفانة ولفاكم وشر تعدانا وتعداكم. زور ابن الزرزور اللي عمره ما حلف ولا كذب. زور ذبح بقة وترى السابعة تجدور. خلى للحوم والشحوم على الصواني تدور. تذكرين البارحة ديدة وين وصلنا في الحزاية؟ اي اذكر يا بنياتي. اذكر البارحة انه وصلنا في حزايتنا. قلت لكم شربي شوية يما. ها؟ شربي شوية. قتل القلوب. قتل القلوب. يا رب بنتك شعب يا رب. ماكو حد يشفيها الا الرعد القاصف. يما الرعد القاصف. الخاتم. يا نبي جودر ممنوع. شلون ممنوع يبا احنا اخوانه. نبي شغل ضروري الله هداك.
حول ولا قوة إلا بالله. جودة! زين الله يحفظك. جودة! أول لا صارخ زين. ما يسمع لي القصر ايش كبره شعره يصارخ. طيب شلون عيال؟ نتفاهم معاهم بالتفاهم. طيب. شوف زين شوف. أحد يروح له يقول له أخوانك موجودين يبونك ضروري. سالم وسليم. إذا بلغ سيدي جودة. أمرك سيدي. هم إخوانه وهم ما نقدر نشوفه بعيد. المهم لا تنسى اللي اتفقنا عليه. لا كل شيء ولا هذا. ايه اهم شيء الموضوع ناس. الأميرة ما ادري شلونها. ان شاء الله صارت احسن. شو معود ان شاء الله. شو معود بدونس. تفضل سيدي. تفضل تفضل. مشكور شكري. خاتم الخاتم وينه؟ هذا وقتك الحين. وين الرعد القاصف؟ وين راح؟ الحين الخاتم ما يضيع إلا في الوقت العصيب. قوت القلوب يا رب حكمتك يا أرحم الراحمين يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا سليم. بشر شلون أميرة؟ أميرة تعبانة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تكلموا لي أول كانت تقول يبا الوالي جودر. بعدين سكتت مرة واحدة. جبت لها أحسن الأطباء. ماكو فايدة. الحمد لله ما قامت تتكلم. ما تستاهل والله. حكمتك يا رب. ما تستاهل يا رب. يا جودر. جودر خير. الحقيقة احنا يا رب احنا لقينا الخاتم. خاتم لقيته. مشكور مشكور مشكور. وين لقيته؟ لقينا في الصالة عقب ما طلعت انت. مشكور. هذا وقته هذا وقته. لبيك لبيك. وقفت الله بين يديك. رعد. نعم. تعال فتح. شوف با. نعم سيد. أبيك في مأمورية عاجلة وسريعة ومهمة في نفس الوقت. تفضل يا مولاي. شوف با. نعم. أطلب منك طلب وأغلى طلب في حياتي. بالخدمة وبكل ممنونية سيد. شوف يا رعد، أبيك تلف في الدنيا كلها تجيب لي وتبحث لي عن داء ودواء الأميرة قوت القلوب لأنها مريضة. قوت القلوب؟ مريضة وتعبانة. سمعاً وطاعة سيدي. بأسرع وقت ممكن. سمعاً وطاعة سيدي. يلا روح. صلى يشافيها يا رب. لا إن شاء الله. يا رب. إن شاء الله. إن شاء الله الله يشافيها. حياكم حياكم. حياكم استريح. حياكم. يا رب. شلونكم أنتم زينين؟ الحمد لله خير. آخ يا رب. يا رب صلى يشافيها يا رب. إن شاء الله. اخواني ابيكم تقعدون هنا لما يروح الرعد القاصف ويرجع انا عندكم بروح اشوف قوت القلوب. ان شاء الله زين. خليكم تروحون ان شاء الله. حرصت منك العين حاس. اسم الله عليك يا الله يا رب. هاي أمه بشري. قوت القلوب. قوت القلوب. ما تتكلم يا أمه. ما إن شاء الله الله يشفيها. الله ما تستاهل قوت القلوب. أخوي جودر مسكين تعذب. يا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. وين سيدي جودر؟ جودر هناك عند قوت القلوب. عند قوت القلوب؟ إيه إن شاء الله لقيت لها حل، لقيت الدواء إن شاء الله. يصير خير إن شاء الله. إن شاء الله. Thank you.
وعد القاصف. هلا براحتك. ها بشر قول يبتدي الدواء. لفيت الدنيا ما لقيت الدواء. حكيم ما لقيت الدواء. ايش تنطر؟ ايش عيبك عيب؟ ما تقول لي قاعد 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 تموت قوت القلوب. ليش ما يبتدي الدواء؟ ما تتكلم قوت حتى. مبروك يا سيدي جودة. مبروك مبروك شحليه. ما تحكي يا عبد القاسم تكلم. والله شنو؟ قوت القلوب حامل يما. قوت القلوب مبارك يا بني مبارك. سيدي شلون عرفت منك يا حام؟ سيدي هذه نتيجة صدمة وفاة أبوها. إيه؟ ومع الحمال أثر عليها وإن شاء الله من بكرة ما فيها إلا العافية يا سيدي جودة. أثر عليها مرض. نعم وفاة والدها. وفاة والدها أثر عليها يا سيدي. مشكور. وإن شاء الله بكرة ما فيها إلا العافية. أطمن من سيدي جودة. حاجيك جودة. قلت قلوب حبيبتي صج تكلمت يا الرحل. صج أنا حامل يا جودة. يا حبيبتي الشمس طلعت وجودر ما يانا يطمننا عن قوة القلوب. الله يهدي جودر. على الأقل شوي كان يريحنا طمننا عليه وعلى على قوة القلوب. أكيد مشغول وياها. أكيد مشغول وياها وقاعد وهو يا أمي الحين. الله يكون بعونه. الله يكون بعونه. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا. صباح الخير. هلا صباح الخير. شلونك؟ شلونك؟ بشر. سريح سريح سريح. خير خير خير. قوة القلوب صحة زينة وعافية والحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. بشرتنا الله يبشرك. الله يخليك. لا وبشركم بعد أكثر. بعد. قوة القلوب حامل. الله. البركة. البركة. الله يبشرك بالخير. مطمني الرعد القاصف. مثل ما وصيتكم ها؟ لا تطولون عندها وايد. ترى المريض ما لازم نطول عنده ها يبقى علشان يرتاح وياخذ راحته. طيب ممكن نروح نشوفها ونسلم عليها. اي والله جودة مبارك لها. حاضر قوم. والله قوموا يبون نشوفها. حاضرين. عفية عليكم. صباح الخير. اهلا اهلا اهلا. صباح الخير. اهلا اهلا اهلا. ها جودر طمني شلون الأميرة قوة القلوب؟ لا الحمد لله حالتها الحين زينة وتحسنت. الحمد لله الحمد لله. بناتي قمر الزمان وشمس الشموس أصروا أنهم لازم يشوفون الأميرة علشان يتطمنون عليها فجبتهم معاي. حياهم الله. تفضلوا تفضلوا شوفوها. مثل ما وصيتكم ها. إيه تعال تعال. خير يا سيد القاضي. ها نعم. للحين شياطين وأباليس ولا ها؟ لا سيدي القاضي. أنت عارف يعني سمعت عن أي شيء من زمان؟ لا أنا ما سمعت بس أقول يعني سبحان الله. لا ها؟ الحمد لله يعني ريايين. الحمد لله بفضل الله وفضلكم وتوجيهاتكم. عرفتوا يعني شلون تمشون؟ عرفتوا طريق طريقكم الصحيح ها؟ الحمد لله. أنا موصيكم من زمان وأنا سامع عنكم. أنا متبع أخباركم ومتبع خطواتكم واحدة واحدة. إن شاء الله كل خير. لا أنا ما سمعت عنكم الحين إلا كل خير. الحمد لله. فعلاً أنتوا الحين صرتوا ريايل وقمتوا تاكلون من عرق جبينكم وصرتوا مخلصين وهذا المهم. الحمد لله. بفضل توجيهاتكم. قواكم الله قواكم الله. هذا لمصلحتكم ولأنفسكم هذا. الله يخليك. يلا روحوا يلا. يلا تفضلوا يلا. الله إن شاء الله. شفت البنات؟ اسكت يا سلم اسكت. انا شفتهم مني وهي بغيت اطيح مني. لا والله. حلوين يا اخوي. يا حلوين. يا سلام. اخ اكو فايده. بنات القاضي بوسنا. وهذا اللي قهرني انهم بنات القاضي بوسنا. والقاضي بوسنا انت تعرف.
ماضينا عنده أسود وماخذ عنه فكرة سيئة. شلون بالله عليك ما يرضى؟ ما أدري شو أسوي. ما الله شو أقول لك، محتار والقهر إنه بنات القاضي بسنة. شلون؟ شمس الشموس وقمر الزمان. والله اسكت اسكت يا سيدي، ما تقول اسكت، لا تذكرني. حاول، ما أظنك راح يرضى بالمرة. ليش يا سليم؟ سالم قاعدين ننطركم. قوت القلوب والوالدة هناك. احنا بالدنيا الحين، احنا كنا جايين تونا. ايه قاعدين ننطركم. يلا لا لا بس اقول بنقول لك كلمة بس. تفضل. ونطلب طلب. اقول يعني اقول انا وسالم يعني يقول انت كملت دينك، كملت نص دينك يعني. إيه. وانا يعني ما كملنا نص ديننا. قولها زين. واقولها بعيد. فودنا يعني زين الله يبشركم بالخير. زين من هم هذول بنات الحلال اللي سعيدين الحظ؟ اللي تبي تاخذونهم؟ هذه المشكله. شنو المشكله؟ واحنا اذا قلنا يضيق خلقنا. بنات القاضي بوسنه. بنات القاضي بوسنه. زين إيه بس شنو زين؟ ما يرضى يا أخو. لا علي أنا أكلم لكم. كلمه ارحم والديك. بس ثقل زين. روح شوفوا قوت القلوب. يلا يعني يلا خلاص. السلام عليكم. وعليكم السلام. هاجي أدور. شلون الأميرة؟ لا الحمد لله. الحمد لله. الوالدة عندها والبنات عندها. الحمد لله. لا وبشرك بعد. قلت القلوب حامل بعد. زين. الله يبشرك بالخير. الله يبشرك بالخير. عسى الله يبلغك فيهم إن شاء الله. الله يسلمك. موفق إن شاء الله، موفق. جميعاً. حضرة القاضي. خير. أنت شفت سالم وسليم؟ إيه. إيش رأيك فيهم؟ والله والنعم فيهم، صاروا رياييل الحين. ينعم حالك. إيه نعم. لا ونعم الأولاد الحقيقة، صاروا رياييل يعتمد عليهم الحين. يعني يعجبون. تمام. بارك الله فيهم. البركة فيك وشدتك واللين بعض الأحيان. عموما لك أفضل علينا وايد. أستغفر الله، إحنا ما أدينا إلا الواجب. الله يخليك. بركاتك. حضرة القاضي. خير. احنا ما دامنا في صدد اخواني سالم وسليم. ايه. انا عندي طلب لهم. طلب؟ ايه حاضر. تفضل قول. انا صراحة وهم كذلك. ايه. يسعدهم ويشرفهم انهم يطلبون بناتك. يطلبون بناتي؟ اي قمر الزمان وشمس الشموس؟ اي نعم. والله يا جودر انا هم كذلك يسعدني ويشرفني، وانت بالذات ما يرد لك طلب. الله يخليك. ولو انهم باقي على ما يقولون اخر العنقود البنات. اي ومالين علينا البيت انا ويوم عتريس، لكن مثل ما قلت لك هذه أبرك الساعات يا جودر. ساعتك أبرك. لكن خير. لازم ناخذ رأيهم. ما يخالف، أنا ما عندي مانع وإن شاء الله يصير خير. يا جودر. خير. أنا جايك الحين الموضوع مهم. خير إن شاء الله. الموضوع يا جودر موضوع الوصية، وصية المرحوم الوالد. افتكر الحين آن الأوان علشان نفتحها. والله صراحة أنا ما عندي مانع نفتح الوصية ونشوف اللي بداخلها، إنما يستحسن إن تكون قوة القلوب بيننا ونفتح الوصية مع بعض. معلوم. ما شاء الله. أسفرت وانورت.
الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. ما شاء الله. يا سيدة الأميرة. نعم. بعد أن من الله عليك بالشفاء وأسبقك بالصحة والعافية، أفتكر الحين آن الأوان علشان نفتح وصية المرحوم سيدنا الوالي ونقراها. تفضل يا سيدي القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. وصية والي بلاد السندس الأخضر إلى أبناء السندس الأخضر: قررنا ونحن في كامل صحتنا أن يتولى الولاية من بعدي جودر بن عمر زوج ابنتي الأميرة قوت القلوب، والله ولي التوفيق. التوقيع والي السندس الأخضر. حضرة القاضي. نعم. مع احترامي الشديد لوصية المرحوم واعتزازي فيك، اسمح لي أني أنا أعتذر عن هذا المنصب، وأنا أفضل أنك تكون أنت والي للبلاد، لأنك أقدر على تحمل المسؤولية وأنت أكبر مني بالسن. جودر، إذا كنت تحبني لازم توافق. لا بس ما أقدر. جودر اسمحي لي أقوت القلوب. بعدين لا ننسى أن حضرة القاضي كان نائب الوالي، فبالأجدر أنه يكون هو الوالي. بس لازم توافق يا جودر. أنا آسف. ترفض مكانة أبوي وأنت اللي باقي لنا بهالدنيا كلها؟ وافق، وافق يا جودر. صراحة مع احترامي واعتزازي لرأي الوالي المرحوم، إنما أنا اسمحوا لي، أنا ماني كفء لتولي منصب الولاية. يا جودر وأكبر منها، ولازم توافق يا جودر، لازم. يا جودر اسمح لي أقول إن هذه وصية، والوصية لازم تنفذ. وافق يا جودر. يلا يا جودر. ما أقدر. أنت جدير بهالمكان يا جودر. وافق يا جودر. وافق يا جودر. وافق يا وليدي. ولازم توافق. أقنعي يا قوت القلوب. يلا يا جودر. وافق يا جودر. 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 وافق. وافق علشان. علشان البلد كلها يا جودر. وافق. عدل. أمري لله. مبروك علشانكم. هوا مبروك. مبروك يا جبروك. مبروك يا جوز. أتمنى من الله أن يوفقني في تولي هذا المنصب، وأن يكون عند حسن ظن الرعية وبلاد السندس الأخضر. إن شاء الله. إن شاء الله. لكن عفوا يا جماعة، احنا نسينا واحد. شنو؟ من هو؟ ياقوت وينه؟ والله ياقوت. صحيح ياقوت وينه؟ نعم. سيدي جودر. اهلا بالرائد القاسم. اولا مبروك يا سيدي على هذا المنصب. الله يبارك فيك. اسمع يا الرائد القاسم. نعم سيدي. احنا قاعدين ندور ياقوت، ما شفته؟ ياقوت سافر يا سيدي، جاء البرق الخاطف واخذه. وين راح؟ راح المغرب يا سيدي، عند سيدي عبد الصمد. طيب ممكن تجيبه بالحال؟ في الحال يا سيدي. يعلم بارك. الله يبارك فيك.
ألف ألف مبروك يا جودر. الله يبارك. مبروك. شكرا. مبروك يا جودر. الله يبارك. بالبركة. الله يبارك فيك. عفوا يا حضرة القاضي. نعم. نعم سيد الوالي. الله يخليك ويبارك فيك ويطول بعمرك. بالنسبة للموضوع اللي كلمتك عليه من ساعة في خصوص بخصوص سالم وسليم. يا سيد الوالي صبت. أنا يسعدني ويشرفني أني أقبل سالم وسليم أزواج لبناتي. بارك الله فيك. مبروك. الله يبارك فيك. يبقى بعد. مباركم سعود يا سيدي. أهلا. مباركم سعود. يا هلا. يا هلا يا قوت. شلونك زين؟ بخير الله يسلمك سيدي. وينك في؟ تشاغبنا عليك، قاعد نسأل. سيدي أنا بلغت البرط الخاطف. آه. يجيني وياخذني بلادي المغرب. رحت المغرب يا سيدي. كيف الاحوال هناك؟ كيف صديقنا الوفي عبد الصمد؟ وبلغك سيدي عبد الصمد تحياته. الله يسلمك ويسلمك. طيب خلاص بعد مالك روحه، سلمت عليهم وشفتهم، هذا البيت بيتك واخوانك موجودين والوالده موجوده. اسمح لي يا سيدي، انا وجدت للا من زيانه. وجت لك للا يعني وراح تزوج انت؟ انا بالبركه بالبركه، وعسى الله يوفقك ان شاء الله اجمعين سيدي. بس انا ابيك تبلغ لي صديقنا الوفي عبد الصمد بن شريف وقول له يشرفنا في زياره. زين واخر. والف مبروك. واخر سيدي. ونتمنى لك السعاده ان شاء الله. واخر. وبغيتني سيدي اجي انا. بارك الله فيك. هذا عندك الحين الرعد القاصف يوصلك هناك. واخر. مع السلامة. السلامة سيدي. السلام. سلم. الله يسلمك سيدي. يا رعد القاصف. نعم سيد. اخذ ياقوت وياك. وده بلاد المغرب. سمعا وطاعة سيد. سيدي القاضي. ممكن يسلمون على يسلمون عليهم يعني. بشار يا حبيبي الغالي. بشار يا ولد الوالي. تبي بابا؟ تبي بابا؟ تبي بابا؟ ايه الحين يا بابا ويجا من قلبه لبوي بابا. يلا يا بابا تعال يا بابا، يا بيك بسار بابا. خالتي خذي لبسي. حافي حافي، انا شايله اخو كل واحد يا حلوه. ربي يشمن هالليول الحلوه. عزوج الحلو يا ما ديري بالش على الوالي الصغير يشمن قلب. هذا بشاري انا بروحي، انتوا ما لكم صبر. تعال تعال بابا. بسم الله عليك يا ربي. عسى ان شاء الله عجبتكم يا بنية. الله يا ديدة احزايتك حلوة حلوة حلوة، ماكو احلى منها. تدرين ليش يا ديدة؟ لان فيها العبرة. ولا وبعد فيها الموعظة. ايه.
ايش ومير يومنها عجبتكم يا بنياتي، ان شاء الله عيل الخير مقبل. والحين يلا عاد وين؟ لا حازين حزاية ثانية. ايه ايه شوفوا يا بنياتي حزاية ان شاء الله ثانية وثالثة ورابعة ان شاء الله، اذا الله ان شاء الله طول بعمرنا. قولوا امين، عسى الله يطول بعمارنا وعمار الجميع، وحازيكم ثانية وثالثة ورابعة واللي تبونه، والخير مقبل. والحين عاد يلا تصبحون على خير.